وللمزيد ينضم إلينا من بيروت مفادنا سلمان العنداري. سلمان، إذن كما تابعنا في التقرير، بعد أن دخل هذا التحقيق في متاهات سياسية وتشعبات قضائية كذلك، على ما يبدو أنه أي فرص للتوصل للحقيقة وتكريس مبدأ العدالة والمساءلة تتقلص وتتراجع يوما بعد يوم وعاما بعد عام، بالتالي كيف يأتي وتأتي الذكرى الثالثة لهذا الانفجار سلمان؟ بالفعل إيمان، الذكرى الثالثة تأتي وسط غضب، حزن، انتظار من قبل أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت ومعظم اللبنانيين الذين كانوا ينتظرون منذ 4 من آب عام 2020 مهلة الخمسة أيام التي أعطتها السلطة السياسية لتحديد المسؤوليات. اليوم مر 3 سنوات ولم تحدد هذه المسؤوليات، القضاء معطل، القضاء اللبناني من قبل السلطة السياسية والأمنية والقضائية أيضا بحسب منظمات دولية وأيضا بحسب أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت. أحد أهالي الضحايا قبل قليل وصف لنا ما يجري بأنه كمن يفتش في كومة قش في هذا الإطار، خصوصا وأن القاضي طارق بيطار رفعت عليه دعاوى قضائية من السياسيين المتهمين، رفضت السلطات القضائية والسياسية السماح له باستجواب وتوقيف بعض المتهمين والمشتبه بهم. تم إطلاق جميع الموقوفين في قضية المرفأ، وبالتالي اليوم هذه الذكرى يقول الأهالي أنهم سيركزون على ضرورة أن يكون هناك لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق، تضغط على القضاء اللبناني لتحقيق العدالة ولمحاسبة المرتكبين. هناك حزن شديد، بعد نحو ساعتين ستنطلق هذه المسيرة، يأمل الأهالي أن تكون هذه المسيرة وهذا التجمع حاشد لكي يتذكر اللبنانيون ويتذكر الأهالي ويذكرون المجتمع الدولي بضرورة إحقاق الحق ومحاسبة المرتكبين عن هذا الانفجار. وبالفعل الأضرار واضحة إن كان هنا خلفي في المرفأ أو في مدينة بيروت التي ما زالت تتعافى من هذا الانفجار وتبعاته. بالتأكيد، شكرا لك، شكرا سلمان العنداري مفادنا من بيروت.